يعني بدك ما تواخذني مختار على هالصراحة، بجوز يكون هذا سليم عاطيه لبنتك ومخبيته بقطة. هيو طعوا فتشوا، وإذا لقيتوا شيء خدوه وروحوا، وبعد ربع ساعة ولا لك بعد 10 دقايق يرجعوا. أوف ليه بقى؟ لأنه بكونوا ارتكبت جريمة. يا هم لاني حسون الحاني لقلك. يا الله مختار، إذا بدك طلقات في عندي كام وحدة بعطيك اياهن، بعمل لك سعر مرتب هيك. ما لازمي اللي عندي زيادة. ما في شيء يا ابو نادر سيدي. صراحة أنا متأكد يا مختار، بس يعني ابن السلك لازم يدور حتى ولو كان متأكد. بقى بدك ما تواخذنا. يا حسن الحاني لشوف خاطرك. سلامة. المكدوس بده زيت. انت هذا همك. موفقين. تعالوا هنا. أبوي والله ما عملت شيء. بكمل لك تعالوا هنا. ابوك من حوحي يا عفاف، انت بنت البيسه عن جد. شو الكنر بجيب لك هي؟ حمرة تكرم عيونك.